اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم ان حلقات كره اليد اللي بقدمها مع نجومنا وابطالنا الحقيقه بتبقى ليها يعني طعم تاني خالص لما تقعد مع جيل او لعيبه تحس انك بتتكلم بلغه يعني العظمه زي ما بيقولوا في الرياضه، وهو ده اللي بوضع الطبيعي المصري. فلسه بتكلم مع ضيوفي بالفاصل ان احنا في اللعبه الشعبيه التانيه دلوقتي بقت كره اليد خلاص شئنا ما بينا بنتائجهم وكل حاجه. في البدايه طبعا برحب بالنجوم اللي انضموا لي في الاستوديو، برحب بنجم المنتخب عمر شريف. اهلا بيك يا عمر. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا والف مليون مبروك. نور حضرتك والله. بنرحب بالباك رايت للفريق واحد نجوم الفريق مروان حاتم. اهلا بيك يا مروان. اهلا وسهلا. منور والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. عمر اجيلك يعني لسه كنا بنتكلم في الفاصل، حلو قوي انت رايح افريقيا كده يعني الفاينل، طبعا مع احترامنا طبعا لاشقائنا واخواتنا، بس انا بتكلم على المستوى الفني ان انت كسبان بفرق كبير، اكيد يعني ده نتيجة ان انتوا احترمتوا الخصم، صح اللي انا بقوله ده؟ طبعا. انا قبل بس اي حاجة عايز اقدم خالص تعازي لشقيقة كابتن محمود الخطيب، ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله. واحنا كنا رايحين يعني قدامنا الهدف ان هو يعني زي انا قلت قبل كده ان احنا افريقيا دي هي المحطة لكأس العالم، رايحين نكسبها ونتوكل على الله مش اكتر من كده. يعني رايحين بمنتاليتي او بفكر ان احنا مش ده هدفنا. لا مش ده هدفنا بطولة العالم طبعا. طب كنت يعني ما هو ده برضه مش هيجي الا اذا احترمت الخصم، يعني انت كنت بتقول ننزل جازين على اسناننا. طبعا احنا لو معلش يعني احنا اول البطوله ما كنا لسه داخلين البطوله بقى اول ماتش وحمى اللي هي سموها حمى البطوله بداية. حمى البدايات داخلين اول ماتش ما كناش لسه موفقين مع اللي احنا عارفين ان ممكن نكسب في اي وقت. طبعا الكلام ده كان اول 20 دقيقه دخلنا ما بين الشوطين نزلنا التيم اللي كان لغايه اخر البطوله ده خلاص. احنا بننزل من اول الماتش احنا عارفين هنعمل ايه، هنخلص وبعد كده هنرتاح عادي مفيش مشاكل، بس من الاول نخلص. طبعا نكسب يعني اقل سكور كسبتوه انجولا 9 جوان ده هو فعلا اقل سكور. بعد كده كله فرق 17 18 20 نهائي كسبناه. نظره الناس ليكم هناك ازاي؟ لا يعني الناس بصلكوا يعني معلش انا شفتكم انتوا نازلين، ومعلش يا جماعه عيدوا لي برده اللقطات دي وانتوا نازلين وشايلين علم مصر او علم مصر بيتقدمكم ونازلين، انا حاسسكم منتخب كبير يعني. انا لو لعيب قصادكم لا انتوا بامانه ليكوا هيبه. يا احنا كنا هناك يعني بعيدا عن الاجواء الجميله اللي كان ما بيننا وبين المنتخبات العربيه وكده، احنا اي منتخب كنا بنلعبه. يا بص 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 عمر يعني ما شاء الله بامانه اللعيبه وشها ما فيش ضحك، ليكوا هيبه يعني. أيوة طبعا. لو انا ما بعرفش اقول ده منتخب كبير يعني، دي من الحاجات اللي احنا كنا مركزين فيها جدا ان احنا متحركين من الفندق هناك، احنا دخلنا مود الماتش خلاص. اللي بيقول حاجه كله بيتكلم في الماتش، محدش بيهزر محدش بيهرج. احنا يعني احنا كنا بنكسب الماتش بالفرق 17 و18 وبتلعبوا لاخر ثانيه. لا غير ان احنا بنلعب اخر ثانيه، الضحكه الوحيده اللي بنضحكها في اليوم كله اللي هي بتبقى في الصوره الجماعيه بس، بنخلص الصوره وبنطلع اللي هو احنا ما عملناش حاجه يا جماعه، احنا لسه البطوله ما خلصناهاش. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. اجي لك يا مروان يمكن يعني اكيد يعني الماتشات دي او البطولات دي يعني بتديك خبرات رهيبه، يعني انت اكيد في دماغك تلعب مع الفريق الاول، وجودك مع منتخب الشباب وتاخد افريقيا وتلعب بطوله عالم اكيد فرصه ما بتجيش لاي حد. اه طبعا هو حضرتك اكيد يعني فرصه ان الواحد يلعب مع المنتخب الشباب اللي هو بتاع جيله وكده طبعا حاجه مهمه جدا يعني. بس يعني المنتخب الفريق قصدي الفريق الاول في النادي برضو بيديك خبره طبعًا. يعني ده اكيد طبعًا. يعني اهم ده البوابه بتاعتك. اه طبعا بس الماتش برضو مع فريق المنتخب يعني الماتش الوحيد معاه او التمرينه معاه بيمثل ماتشات كتير قوي في الدوري في جيلك، فعشان كده طبعا المنتخب جيلك ده او المنتخب عامه هو اهم من اي دوري ومن اي كاس ومن لا أي وان شاء الله. انا بتوقع لكم ان انتوا بتعملوا حاجه ريكورد جامد جدا يعني في بطوله العالم، بتعملوا شغل كويس جدا. طب قول لي انت بتتمرن مع الفريق الاول؟ اه احيانا بتتمرن مع الفريق. كان مستر داني بيطلبك او لا الموسم ده؟ لا والاخراني اللي هو الاخير ده لا، بس قبلها تهيألي بعد بطوله افريقيا ممكن هيطلبك او اكيد 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 انتوا الخمسه هتشاركوا بشكل او هتتمرنوا لان انتوا مستقبل النادي الاهلي. طب خلينا نتكلم عن بطوله افريقيا. انت شايف برضو انه زي ما قال كده عمر وزي ما قال مهاب ان هي كانت محطه انتوا رايحين بس مجرد محطه، بس احنا عينينا على بطوله العالم، ده نفس تفكيرك ونفس المنتاليتي بتاعتك؟ اه طبعا. لا هو اصلا يعني الجهاز الفني قعد معانا قبل البطوله بفتره يعني مثلا 3 4 شهور. كابتن صبر كابتن عمرو كابتن درينكي كله يعني
وكابتن وليد كله قال لنا احنا مش رايحين البطوله دي تمثيل مشرف، ولا ان احنا رايحين ناخد البطوله ونبقى كسبانين فارق جون ولا اتنين ونفرح الناس يعني، لا احنا رايحين ندوس اقل اقل حاجه يعني. انت يوم ما تكسب 10 يبقى انت كده لاعب وحش، انت لازم تكسب فيما فوق. نعم يعني هو الكلمه اللي هم كانوا بيقولوا لنا ان انت رايح توري مستواك للناس، اللي هو في فريق جاي يعني ما حدش يعرف يقف قصاده في كاس العالم.